الحمد لله ان احنا يوم عن يوم تقريبا بنتكلم تحديدا بانجازات برضو مختلفه وجديده وفي رياضات مختلفه لابطالنا. هتكلم هنا عن انجاز جديد تحديدا للاتحاد المصري للتايكوندو. حققت البطله امبارح، كانت صورها ماليه السوشيال ميديا، ما اعرفش انت شفتها ولا لا، بس البطله المصريه سلمى علي لاعبه منتخب مصر للبارا تايكوندو حققت الميداليه الفضيه ببطوله العالم بعد خسارتها في المباراه النهائيه. واحنا مش زعلانين على فكره، برضو ده انجاز كبير جدا. أكيد. كانت مباراه طبعا. قويه امام يعني بطله المكسيك 3-1، لكن سلمى تأهلت للمباراة النهائية بعد ما فازت على بطلة البرازيل بنتيجة 7-2. كان ماتش ولا أروع بجد، ونتيجة باينة يعني في مباراة كانت نصف النهائي. سلمى برضو خلينا نتكلم عنها، هي بتواصل إنجازاتها بعد الفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى عشان تصبح أول لاعبة أو أول فتاة كمان للبارا تايكوندو مصرية وعربية وإفريقية تفوز بميداليتين في بطولة العالم وبطولة الجائزة الكبرى لهذه الرياضة. فطبعا إنجاز أكثر من رائع، وفخورين جدا. وأنا على المستوى الشخصي بجد بحب جدا اني اسمع اخبار زي كده من تحديدا الرياضه النسائيه، وان بناتنا بينجحوا في مجالات مختلفه منها الرياضه كمان تحديدا، اللي عاملين طفره كبيره جدا في السنوات الاخيره، وابتدى ده يؤثر على الوعي المجتمعي.